اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية للقناة، واستعرض مميش التطورات الخاصة بتطوير المنطقة، ووجه الرئيس بمواصلة العمل على تشجيع الاستثمار فيها من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين ومواصلة المشروعات المختلفة والتي تقوم الهيئة بتنفيذها. دكتور غدا، هل استقلالية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كافة قراراتها هي سر نجاح هذه المنطقة؟ هي لسه ما نجحتش، يعني هو لسه ما فيش مستثمرين جم باستثناء شركة موانئ دبي اللي هي الوحيدة اللي هتدير الموضوع. بالتأكيد ان الاستقلالية والبعد عن المنظومة البيروقراطية زي ما كنا بنقول من شوية، بالتأكيد ده ينجح اي حاجة، مش بس ينجح كمان يجذب المستثمرين. هو ايه اللي بيطفش المستثمرين؟ ان وخلي بالك احنا كمان ما احناش مميكنين قوي، يعني مش كل حاجة عندنا بالمكن، احنا فيه بالاوراق حاجات كتير. الشهر العقاري لحد النهاردة بيخليك تمضي في دفتر بالعكس ومش عارف ايه وحاجات كده عجيبة يعني. لكن النهاردة احنا ادينا، يعني انا هنا برضو اتلخبطت شوي، لان اللي انا عارفاه ان احنا ادينا ادارة المحور لموانئ دبي، وقلقت لان برضو دبي لما مسكت العين السخنة نيمتها خالص، وبالتأكيد لما يكون عندها موانئ جبل علي مش هتحب ان يكون في منافس في المنطقة. فهل احنا اديناهم حته واحتفظنا بحته نروج لها استثماريا؟ اتمنى يكون هو ده الوضع، لكن واضح ان لسه في حاجه ناقصه، رغم ان احنا بقالنا كتير بنقول ان المنطقه دي هتبقى مستقله، مفيش بيروقراطيه، مفيش، ومع ذلك لسه برضو مفيش مستثمرين بيجوا. فاتمنى بقى ان يحصل دعبسه كده، نشوف ايه السبب، ايه يمكن محتاجين نروج اكتر سفريات، معرفش. يعني واضح ان الموضوع في كده نوع من البلاتو حواليه، صمت، مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش حد بيجي، مفيش حد بيروح. فنفسي الموضوع ده يتنشط بقى شويه.